مش متزوجة؟ لا مش متجوز. بخطبك من رامز. موجة سخرية عارمة تعرض لها علي البليهي بعد عرض كواليس برنامج المقالب رامز جاد من الآخر. المدافع السعودي لم يكن يعلم بوجود الكاميرات أثناء حديثه مع معدة البرنامج لتتحول فقرة الإعداد إلى طلب للزواج. لاعب نادي الهلال غازل معدة البرنامج وأبدأ إعجابه بجمالها في مناسبات عدة. حلوة زيك. إعجاب صريح قرر البليهي على إثره التقدم لخطبتها من رامز. ردود فعل متباينة أثارها اللاعب السعودي بعد عرض كواليس حلقته. البعض رأى في أقواله تحرشاً بالمعدة، معتبرين ما فعله منافياً للأخلاق والآداب التي يجب أن يظهر بها لاعب كرة القدم، بينما البعض الآخر رأى في تصرفاته لطفة وعفوية، خصوصاً أنه لم يكن على علم بالتصوير. بين المعارضين والمؤيدين تحولت كواليس حلقة البليهي رفقة معدة برنامج رامز إلى مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، سخرية وصلت إلى حد تشبيه ما حصل في فقرة الإعداد ببرامج المواعدة التي تبث في تلفزيون الواقع. ووسط كل هذا الجدل تساءل الكثيرون عن سبب قبول البليهي بث هذه الكواليس، مبرزين الانطباع السلبي الذي يمكن أن ترسخه لدى عائلته وجمهوره. إن شاء الله أمي ما تشوف الحلقة.